من خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وردت في نهج البلاغة برقم 63 تحت عنوان في المبادرة إلى صالح الأعمال. قال عليه السلام في هذه الخطبة: واتقوا الله عباد الله. بعد هذا المقطع يبين الإمام عليه السلام أن المبادرة إلى تقوى الله، أن الدعوة إلى تقوى الله هي تستدعي من الإنسان أن يتخذ مجموعة من الإجراءات العملية والمبتنية على الأساس الفكري والأساس الروحي عند الإنسان. يعني يجب على الإنسان الذي يريد أن يحقق التقوى أن يهيئ الأرضية الفكرية الإيمانية والأرضية الروحية المعنوية التي من خلالها يجعل انطلاقته إلى التقوى من خلال العمل الصالح انطلاقة قوية ثابتة راسخة. ولذا قال بعد أن دعا إلى تقوى الله، قال: وبادروا آجالكم بأعمالكم. هناك قاعدة فكرية أن الإنسان يموت وأن الموت ليس هو نهاية المطاف، وأن هناك حياة أخرى، وهذه الحياة الأخرى فيها حساب، وهذا الحساب سيستتبع ثوابا وعقابا. هذه القاعدة الفكرية تحتاج إلى أيضا تهيئة روحية نفسية معنوية، بحيث أن الإنسان يعرف كيف يتعامل مع هذه الحقيقة. هناك من الناس من يخاف من الموت فيستسلم للموت، يستسلم للمرض، يستسلم للوضع والأزمة النفسية التي يمر بها، لا يستطيع أن يتحرك ولا يعرف كيف يتصرف أمام هذه الحقيقة. والموت يتحول إليه عنده إلى حالة من الفوبيا، من الخوف الشديد الذي يربك حياته. في الإسلام، في توجيهات القرآن، في وصايا النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، نتعلم بأن التركيز على الموت وذكر الموت عندنا ليس من أجل خلق هذه الحالة من الفوبيا والخوف المرضي، وإنما من أجل أن تهيئ أمورك، ترتب أمورك. وبتعبير أمير المؤمنين، المسألة هي مسألة سفر، ولا خوف من السفر، بل عليك أن تستعد. هذا هو كل المطلوب، وهذا الاستعداد استعداد نفسي روحي عقلي، ويستدعي منك بعض التجهيزات، بعض الأمور. وبادروا آجالكم، بادروا الموت، نهاية الأجل، بأعمالكم كي لا يفاجئكم هذا الموت، لأن هي مسألة فرصة واحدة، ما في فرصة ثانية، لا أحد يعطى فرصة ثانية، هي فرصة واحدة. إذا جاء الموت المحتوم، الأجل المحتوم، انتهت القضية، ما في رجوع إلى الحياة ليعطى الإنسان فرصة أخرى. ولذا الإمام يقول: هذا الموت قد يهجم عليك في أي لحظة ويفاجئك في أي لحظة، وبالتالي تنتهي هذه الفرصة. وابتاعوا. الإجراء العملي الذي يجب أن تتخذه بعد التهيئة الفكرية والمعنوية: وابتاعوا، يعني اشتروا، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم. القرآن الكريم عبر في أكثر من آية عن التعامل مع الحياة والآخرة تحت عنوان التجارة والبيع والشراء، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هناك ثمن ومثمن في التجارة، هناك شيء تدفع وهناك شيء تأخذ في المقابل. الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع يكرر هذه الصورة القرآنية بأسلوبه الخاص. هناك بضاعة أخروية، هناك الجنة رضوان الله، الابتعاد وتجنب النار وعذاب الله وسخط الله، هذا هو
هذا هو المثمن، هذا الذي تشتريه. بماذا تشتري؟ هناك ظرف زمني، هناك فرصة، كما تفعل بعض البنوك على سبيل المثال، يقول لك بالتاريخ الفلاني هناك سحب مليوني، عندك فرصة زمنية إلى التاريخ الفلاني تودع أموالك في هذا الحساب ويصير شوف شنو حظك. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فرصة، ولكن ما في سحوبات. في يوم القيامة الربح مضمون، لكن كل ما عليك أن تشتري، أن تقدم، وعندما تقدم بالشكل الصحيح تحصل على النتيجة. وبالتالي وابتاعوا، اشتروا ما يبقى لكم، وهو العطاء الأخروي، بما يزول عنكم. وهذه البضاعة بضاعة باقية تشتريها بشيء زائل، ثمن زائل، وهو ما تقدمه، ما يعيش فيه الإنسان حالة مؤقتة، ولكن الذي سيناله زائل، عفوا باقي. وترحلوا فقد جد بكم، السفر قادم لا محال. وعندما تعلم بأن وراءك سفر لابد أن تهيئ الفيزا، تهيئ ملابسك للسفر، شنطة السفر، استعدادات الأخرى، تحجز لك سكن في المكان الذي ستسافر إليه، وسيلة النقل إلى آخره. وأما أن تنتظر إلى اللحظة الأخيرة وتقول أنا سأسافر وأنت لم تعد العدة، سفرك هذا سيكون وبالا عليك. وبالتالي الإمام سلام الله عليه يقول ترحلوا، يعني أعدوا عدة السفر، فقد جد بكم. الأمر جاد، المسألة ما فيها مزاح، والأمر حثيث، لأن الزمن يمضي، هذا الظرف الزمني الذي يحتويك يتناقص باستمرار، فالأمر جدي وليس بهزل، وبالتالي تعاملوا معه بجدية. ثم إن هذا السفر ليس اختياريا، في الحياة قد تسافر ثم تلغي التذكرة ولا تسافر، لكن بالنسبة إلى الآخرة المسألة ليست هكذا، المسألة هي محتومة. فقد جد بكم واستعدوا للموت فقد أضلكم، يعني هو قريب جدا، فأصبح كالظل بالنسبة إلى الإنسان ينتظر اللحظة التي يهجم فيها هذا على الإنسان لينهي الظرف الزمني. وكونوا قوما، يعني كونوا هكذا، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، كأن شخص يأتي ويصرخ، وبالتالي أنت تخرج من حالة الغفلة وتنتبه إلى أن هناك أمرا جديا خطرا محدقا، انتبه. وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار، فاستبدلوا، أقدموا على هذه التجارة. فإن الله لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى مهملين، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت. ما في شيء، بس هي لحظة، يمكن تأتي في غفلة، يمكن تأتي عن استعداد، لحظة واحدة تنتهي القصة، لحظة واحدة يبدأ السفر. وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. حين ذاك على الإنسان أن يدرك أنه بين خيارين، الخيار الأول الانكباب على الدنيا، والخيار الآخر هو الاستعداد لهذا السفر. أما الخيار الأول فتجارة خاسرة لا محالة، لأن هذه الدنيا ستزول، لذاتها مؤقتة ولذاتها محدودة، وأما السفر فغايته إلى حياة باقية، نعيم باقي، عذاب طويل مؤلم شديد. ولذا يقول الإمام وإن غاية تنقصها اللحظة، زمن يطوف فيأكل من هذا الظرف الزمني، وإن غاية، إذا وضعت غايتك في الدنيا فحين ذاك أنت خسران، وإذا وضعت غايتك في الآخرة حين ذاك أنت ربحان. وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة
لجديرة بقصر المدة، كل شيء تعمله للدنيا إلى زوال. ثم يشبه الإمام سلام الله عليه الموت بمسافر راكب على ناقة، وهذه الناقة يسوقها رجلان هما الليل والنهار، يعني الزمن اليوم، ويحدوان بهذه الناقة. كان البدوي عندما يسوق الناقة أو يقودها يحدو، شيء مثل الغناء، يسلي به الناقة ويشجعها على المضي قدما. الإمام سلام الله عليه يقول الزمان الليل والنهار يتعاقبان على قيادة هذه الناقة لكي توصل الموت إليك. وماذا يحمل الموت إليك؟ وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، أن تتوب، تبادر إلى التوبة، لأن هذا المسافر وهو الموت قد يطل عليك في أي لحظة ويفاجئك في أي لحظة، ومعه شيء، معه مفاجأة، معه أمر محتوم. وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوى، عند كيسين، عند صندوقين، عند عطيتين، واحدة منها شقاء أبدي وواحدة منها فوز أبدي، أنت باختيارك أن تستعد لهذا القادم لتأخذ منه هذا العطاء أو ذاك العطاء. وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوى لمستحق لأفضل العدة، أن تستعد له أفضل استعداد. فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به نفوسكم غدا. اللهم بصرنا بأمور ديننا ودنيانا، ووفقنا اللهم لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.